السلطان الخطاط أبو الحسن المريني. يقول الشاعر: تعلم قوام الخط يا ذا تأدب، فما الخط إلا زينة المتأدب، فإن كنت ذا مال فخطك زينة، وإن كنت محتاجا فأفضل مكسب. كان الخط زينة السلاطين والملوك، وذكر التاريخ بعضا من السلاطين المسلمين الذين برعوا فيه. فإذا كان السلطان العثماني محمود الثاني أجود سلاطين المشرق خطاً، فإن السلطان أبو حسن المريني كان أكثر سلاطين المغرب الإسلامي مهارة. يعد السلطان أبو الحسن أحد أعظم حكام المغرب على مر التاريخ، عاش حياة حافلة بالمعارك والغزوات والإنجازات. كان رحمه الله شغوفاً بالعلوم والمعرفة والفنون والأدب، قام بتشجيع العلماء والمفكرين والكتاب على العمل والإبداع في مختلف المجالات، بما في ذلك الفنون من خط وزخرفة ونقش على المعادن والخامات المختلفة. قام بترميم وتوسيع العديد من المساجد والمدارس، وأنشأ مراكز تعليمية وثقافية تعزز العلوم والمعرفة. كان مهتماً بالخط المغربي، وقد أكرم الفنانين والخطاطين، ووظف الخط في العديد من الأعمال الفنية والمعمارية التي شيدها كالمساجد والمدارس والقصور. كثر في عهده النساخ وانتعش تجار الكتب، حيث كان الحجاج المغاربة يتاجرون في الكتب المخطوطة في المغرب أثناء رحلات الحج، كما قام بجمع الكتب النادرة ونسخ خطية فريدة من نوعها، وكان يولي اهتماماً خاصاً لكتابة المصاحف. ففي عهده تطور الخط المغربي وتوسعت مجالات استعماله وازدهرت الفنون والحرف التي تصاحبه، كالزخرفة والتزويق والتنميق والتجليد والتسفير وصناعة الأمدة والأحبار وصناعة الكاغد والورق وغيرها. كان صاحب همة عالية في كل الميادين، ومنجزاته لا زالت راسخة في ملامح الهوية المغربية إلى اليوم. فترة حكمه تدعو للعجب كيف كان يجمع بين الجهاد والعلم والفن والحكم. وتميزت فترة حكمه بالازدهار الاقتصادي والثقافي، وأسس عدة مدن وأحياء سكنية ومنشآت حيوية، وساهم في توسيع الإمبراطورية المغربية إلى شمال إفريقيا والأندلس. ووصفه الناصري في الاستقصاء: هذا السلطان هو أفخم ملوك بني مارين دولة، وأضخمهم ملكا، وأبعدهم صيتا، وأعظمهم أبهة، وأكثرهم آثارا بالمغربين والأندلس. طور الفنون الموروثة عن الموحدين، ومزج بين المغربي والأندلسي. تولع بالخط العربي المغربي، وكان خلوته وراحته، كتب العديد من المصاحف بخط يده، أهمها الربعة القرآنية التي حبسها للمسجد الأقصى سنة 1344 ميلادي، وخطها في 30 جزء. كتبت بالحبر الكربوني الممزوج بمواد معطرة مثل الزعفران والمسك والذهب، وكتبها على الرق الذي لا يتآكل بالخط المغرب المبسوط. أما عناوين السور وخواتيمها فقد اعتمد الخط الكوفي بأنواعه البسيط والمورق والمظفور. كل جزء من الربعة يتكون من 12 كراسة بواقع 5 أسطر في كل صفحة. تتميز الربعة باللوحات التزيينية المتنوعة في بداية كل جزء والغنية بالعناصر الزخرفية الهندسية والنباتية الملونة بألوان زاهية في فواصل الآيات والأخماس والأعشار والإطارات الإبداعية. أما الغلاف والتجليد فهو آية من الجمال والدقة، زين بإطار مطرز بخيوط الذهب والفضة. هذه الربعة تختزل العظمة والإتقان الذي بلغته الحرف والفنون المغربية كالنجارة والتجليد والزخرفة في عهده. هذا المصحف جمع له الوراقين لتنميقه وتذهيبه، والقراء لضبطه،
وصنع له صندوق فخم من خشب الأبنوس والعاج وخشب الصندل مغطاة برقائق من الذهب والفضة، وتحفظ إلى اليوم بالمتحف الإسلامي بالقدس، وأوقف مثلها للحرم المكي وأخرى للمسجد النبوي. وذكر لسان الدين ابن الخطيب السلطان أبا الحسن في رقم الحلل ووصفه بقوله: وقاطع الدهر بغير له في مجلس معظم أو به، إما لتدريس وعلم يدرس، أو لبلاد من عدو تحرس، أو لأياد في عباد تغرس، أو لثواب ورضا يلتمس، أو نسخ قرآن وعرض حزب، أو عدة معدة لحرب. توفي أبو الحسن المريني في عام 1351 ميلادي، وترك خلفه إرثاً حضارياً وثقافياً كبيراً، حيث ازدهرت العلوم والفنون والأدب في عهده، واستمرت سلالة المرينيين في الحكم لعدة قرون بعده. رحم الله السلطان الفنان أبو الحسن المريني وغفر له، أمين. شكراً لكم على المتابعة.